بالنسبة للدواء أو العلاج بالنسبة لمرض عرق النساء، فعادة نعطي الأدوية اللي هي مثبتة للأعصاب، اللي هي يعني المسكنات العادية عادة ما تنفعش، زي النابراكسين والبروفين والفولتارين والحاجات هذه عادة ما تنفعش في حالة التهاب الأعصاب بصفة عامة، أو الشيتكة بصفة خاصة أو عرق النساء. فالدواء اللي نبدأ به عادة هو الجابابنتين، والجرعة عادة من 100 إلى 300 ملي جرام. نبدأ بالليل البيد تايم، هذه العلامة كيو اتش اس معناها البيد تايم، أو يعني وقت النوم. وأن نزيد الجرعة تدريجيا، عادة كل 3 أيام نزيد الجرعة. الجرعة الأقصى شيء اللي هي 4000 ملي جرام باليوم. الحاجة الأخرى، الدواء الثاني ممكن نعطوه هو الليريكا، نفس الشيء نبدأ بجرعة بسيطة ونستمر. فالجرعة عادة أقل حاجة هي 25 ملي جرام، وأكثر حاجة 600 ملي جرام. أحيانا نعطي أدوية اللي هي بتاعة الأعصاب، زيتكريتور اللي هو كاربامازابين، ونبدأ ب 200 ملي جرام ونزيد الجرعة تدريجيا. المريضة عندها ألم شديد وتقدرش تتحرك، فبديها بجابابنتين، وإن شاء الله حنحولها لدكتور أعصاب ونشوفه بعدين شو يصير. شكرا.